سؤال الاخير لك استاذ علاء، اذا كنت تريد ان تعلق على اي دلالات اخرى لانضمام مصر طبعا لدعوه جنوب افريقيا في محكمه العدل، لكن سؤالي يتعلق بالمحكمه الجنائيه الدوليه. احنا سمعنا كلام ان هناك امر ضبط وامر اعطاء وكذا، يعني اين الحقيقه؟ طيب، هو الاول عن تدخل مصر. في الحقيقه انا عايز اضيف شيء مهم جدا، هو مبروك. حتى يعني احنا انا كنت بتسال، انا رئيس المنظمه العربيه لكن انا مظبوط مصري في النهايه، فكنت اسال حتى في جنيف في نهايه مارس الماضي، كنت اسال لماذا لم تنضم مصر الى جنوب افريقيا في دعوه. ففسرت ان مصر والاردن عندهم دور سياسي مختلف شويه، بيحاولوا يلعبوا دور هو يقع في موقع الوساطه لكن ليس وساطه، هو وسيله تخفيف المعاناه والحد من اثار العدوان على الشعب التقريب وليس توسط يعني. وفي نفس الوقت ما الى ذلك، وقد يكون استدعاء قوه الملف طبعًا. ان جنوب افريقيا اللي راحت فيه مش ولي الدم طبعا، صحيح يعني صحيح. لكن هو بالتاكيد طبعا القرار المصري الاخير هو اجراء عدائي ضد اسرائيل، واجراء عدائي هو رد بالفعل على اعتداء قام بالفعل الاعتداء القائم على الفلسطينيين، هو اعتداء على مصر، الاعتداء القائم على قطاع غزه وجه التحديد هو اعتداء على مصر. محاوله او الاصرار على استمرار مضي قدما في جريمه التهجير القسري لسكان غزه في اتجاه مصر هو عدوان على مصر. كويس، اغلاق معبر رفح، احتلال جزء من ممر صلاح الدين هو عدوان على مصر، طبيعي جدا مصر كان لازم ترد عليه. واعتقد ان هذا الرد هو رد مناسب. طبعا هو رد مناسب. 79 مارس 79 لم يحدث، لم يحدث تحرك مصري بهذا الشكل على اي مسار دبلوماسي. هناك سوء تقدير غريب جدا، يعني انا كنت في حوار في اوروبا قبل اسبوع وقلت كده ما تاخدوش الدول العربيه فور جرانتد، ما فيش ضمانات. الدول العربيه موزقة. في دول عربيه قادره على انها تتخذ خطوات اكبر كثيرا مما تتصور. وهذا الكلام كان في وجود حتى بعض اصدقاء مصريين واكدوا على صحه هذا الكلام، ان هناك امكانيه لاتخاذ خطوات اكثر. التدخل المصري يعمل فرق كبير جدا، لانه هو يقدم اسناد كبير لجنوب افريقيا، هي دوله عظيمه ورائده في هذا المجال. لما كمان وجود مصر معها بهذا الثقل الافريقي المهم، بالثقل العالم الثلاثي مهم، بالثقل الاسلامي والعربي مهم، يقدم. عشان كده هناك توقعات بمزيد من الدول يعني تنضم خلال الايام اللي جايه، واحنا شفنا يعني ليبيا قبلنا بيوم، العراق بعدنا بيوم بيعبر عن رغبته ونيته للتدخل ايضا، وهناك دول اخرى انا بعتقد على الطريق، المالديف يمكن وبنجلاديش وقبل كده سلوفينيا، وهناك نيه اعلنت في ايرلندا ونيه اعلنت في بلجيكا وما الى ذلك. فهناك سؤال صغير في الحته دي، هل وجود اتفاقيه سلام بين مصر واسرائيل يضيف مصداقيه اكبر للموقف المصري في التدخل؟ بكل تاكيد، ما انا كنت عايز اقول الدلاله هنا، دوله متحاربه، انه الدول المنخرطه بدرجات كبيره في الوضع القائم، خاصه مصر والولايات المتحده وقطر على سبيل المثال والاردن، لما يكون عندها يعني تدخل او عندها تعليق او عندها موقف او عندها رؤيه، دي تؤخذ في ميزان القانون بشكل كبير، خاصه امام محكمه زي محكمه العدل الدوليه لمحكمه الدول. يعني لابد ان تؤخذ هذه الرؤى في حسبان المحكمه وفي تقديرها ضمن عوامل كثيره جدا في تقدير ما تتوصل اليه من نتائج. على صعيد اخر، احنا امام محكمه الجنائيه الدوليه، هناك فضل كبير جدا في الحقيقه للاستاذ عصام يونس، زملاء وراجل السراني، شعبان جبرين، المؤسسات الفلسطينيه الحقوقيه الرئيسيه اللي هي مدارس في الحقيقه في مجال القانون الجنائي الدولي. صحيح. وفي الحقيقه عملوا جهد مهم جدا جدا، طبعا مدركين انه كان هذا المدعي العام الموجود حاليا بيحاول يتهرب من هذا الاستحقاق بشكل كبير جدا في وقت كان بيتسارع فيه الخطى في اجراء تحقيقات في اوكرانيا يعني وقته في نفس الوقت، لكنه امام حقائق النهارده موجوده، عشان كده بقول لحضرتك الحقيقه العاريه. يعني انت قدام انهار من الدم الفلسطيني اللي بتدفع ثمن ملهاش علاقه بيه، بتدفع ثمن انه عندك ايديولوجيه صهيونيه الدمويه اللي تعتبرنا يعني ناس نستحق القتل، تقول لك العربي الطيب والعربي الميت، وحوش وحيوانات زي ما قال جالنت، لا تقول لك العربي الطيب والعربي الميت من 37 جبوتنسكي يعني. فانت امام حاله مثل هذا، فاحنا امام حقائق، فهو يعني موضوع في خلفيه صعبه. هناك عدد من الجرائم اللي تم الاقرار بها من جانب الجيش الاحتلال الاسرائيلي، واللي قال ان هو كان بيلاحق مقاوم في حته او بيسعى لمنع تهديد في حته فقتل بالصدفه مدنيين، وكلام غريب بتاع انتوني بلينكن بتاع فكره تقليل خسائر المدنيين، كان المدنيين متاح انك تنال منهم يعني، وهذا مش هذا مستحيل تبقى يعني بدل 1000 خليهم 800 محميين حمايه مطلقه يعني في كل الاحوال. هل الجنيه يعني على وشك اتخاذ قرار او احنا المعلومات اللي معلومات عندنا فيه. عندنا كان عندنا اشارات من انه منتصف فبراير الماضي الى ان هناك في الطريق ويمكن على نهايه فبراير يكون في مذكرات توقيف، واسهل مذكرات توقيف تصدر هي امام القيادات السياسيه والعسكريه الاسرائيليه، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الاركان، قائد سلاح الجو، قائد سلاح البحريه، قائد منطقه جنوبيه، وزير الامن القومي. السبعه دول مرشحين ان احنا نلاقي على الاقل خمسه منهم صدر لهم مذكرات توقيف. طبعا. ليه؟ لسبب بسيط جدا، ان مستوى الاوامر ولوائح الاوامر اللوائح في الجيش الاسرائيلي في مستوى معين من الاوامر لهذه الجرائم لا يمكن ارتكابها ولا الاقدام عليها دون ان يكون هناك توجيه وامر على المستوى العسكري والمستوى السياسي. وبالتالي نحن نتوقع ذلك. فوجئنا انه في ابريل الجانب الاسرائيلي هو اللي بيحكي
عن انه بيطلب من الولايات المتحده بيطلب من الدول الاوروبيه انها تتدخل لمنع اصدار مذكرات هي على وشك السقوط. من هنا ابتدى الموضوع ياخد منحى ملموس ان احنا في حاله ترقب من نهايه فبراير. فين الاوامر؟ مش لاقيينها ومفيش معلومات والمحكمه لا تدي معلومات. في نفس الوقت لقينا رسائل تهديد للمدعي العام من جانب 12 عضو في مجلس الشيوخ الامريكي في 24 ابريل الماضي بتهدده في حاله اتخاذ اجراءات من هذا النوع انها تاخد اجراءات عنيفه ضد المحكمه وضده هو شخصيا وتفرض عليه يعني وما الى ذلك. لكن طبعا المحكمه في الحقيقه امام امتحان كبير جدا. المحكمه الجنائيه الدوليه في ثلاث دول مهمين مش اعضاء فيها، امريكا الصين وروسيا، بالتالي قوتها السياسيه متراجعه متاكله. القوة المالية أيضا متأكلة لأن أمريكا واليابان هم أهم اتنين داعمين للمنظمات الدولية للعمل الدولي مش موجودين أطراف فيها. بالتالي هناك حاجة كبيرة جدا وأنا عشان كده بنقول عربيا لابد زي ما عمل الاتحاد الأوروبي في موضوع أوكرانيا لتمويل إن إحنا نوفر زي ما وفر الأوروبيين للمحكمة الميزانية في تحقيق أوكرانيا، إحنا علينا كعرب أن نوفر تمويلا للمحكمة فيما يتعلق. لأنه بالمناسبة قبل 7 أكتوبر كان احد الذرائع اللي قالها المدعي العام في يوليو الماضي عنديش فريق تحقيق ان ما عنديش فلوس عشان اشغل فريق. مظبوط. طب استاذ عصام الكلمه واحده بس اللي خدنا جزء من زياده، هل نتوقع شيء من المحكمه الجنائيه الدوليه؟ هذا ما نتوقعه وتوقعناه ولازلنا نحن لازلنا نثق في حدود معلوماتك مش تحليل. لا طبعا انا يعني هو واضح ان الموضوع ياخذ ابعادا اخرى، ولكن الان مصداقيه النظام الكوني للعداله مرتبط بقدره المحكمه على اصدار اوامر اعتقال في هذا الشان، لانه الموضوع أصبح واضحا ما قدم من معلومات وما وصلت إليه المحكمة أعتقد أنه أكثر من كافي لإصدار أوامر الاعتقال لمن ارتكبوا هذه الجرائم، من أمروا بها ومن نفذوها. المشكلة الآن هذا الضغط الهائل الذي يمارس على المحكمة والبيان الصحفي الذي أصدرته المحكمة يعني وأصدره السيد المدعي العام للمحكمة كريم خان يعكس جزءا من حقيقة الأمر بأن هناك ضغوط غير مسبوقة تمارس على المحكمة وهو يرى بأنها غير قانونية وتمس باستقلال المحكمة. الآن نحن في انتظار صدور هذه القرارات وقيمة المحكمة في إصدار هذه القرارات. إذا عجزت المحكمة عن إصدار القرارات أنا أعتقد أنها تنهي كل مصداقية النظام الكوني للعدالة، وبالتالي بدل أن نتحدث عن سيادة قانون نتحدث عن شريعة غرب يعني وهو أخطر ما يهدد الأمن والسلم الدولي. احنا هننتظر هذه القرارات وإن شاء الله فور صدورها هنكون مع بعض إن شاء الله فورا إن شاء الله قريبا ونفهم مع بعض اللي بيحصل. بشكركم شكرا جزيلا وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء شايب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والحقوقي العالمي. شكرا جدا للصديق العزيز الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة والمفوض العام السابق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ويعني عضو الفريق الفلسطيني الداعم لكل ما يحدث في محكمة العدل الدولي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا، فهمنا شوية حاجات، متوقعين حاجات أفضل في قريب إن شاء الله كل ده يتحقق. تصبحوا على خير.